المملكة على مر التاريخ موقفها ثابت من القضية الفلسطينية، وتؤكد دوما دعمها لنصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه. لم يتغير موقف المملكة من قضية فلسطين على مر السنوات الماضية، حيث ما يزال ذلك من الثوابت الرئيسية لسياستها الخارجية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز. فالمملكة مع فلسطين، والقضية والفلسطينيين فيما يرونه. لعل أبرز المواقف الراسخة في العقول العربية هو قطع الملك فيصل بن عبد العزيز البترول على كل من دعم إسرائيل وتواجدها في المنطقة، ليثبت بذلك أن القضية الفلسطينية هي الأولى وأن المسلمين قادرين. وعلى نهج المؤسس والإخوة، أثبت الملك سلمان بن عبد العزيز اهتمامه المتواصل بالقضية الفلسطينية، داعما لكل محاورها لينال الشعب الشقيق حقوقه واستقلاله. تبنت الإدارة الأمريكية صفقة سميت بصفقة القرن، وأول دعم لها كان بنقل سفارة واشنطن لدى إسرائيل إلى القدس، رفض مطلق من الرئيس الفلسطيني عباس لبنود الخطة، مؤكدا إجحافها للشعب الفلسطيني، مرددا بصوت عال أن القدس ليست للبيع. خادم الحرمين أكد للرئيس والشعب الفلسطيني ثبات الموقف قائلا: قضيتكم قضيتنا. كلمتان اختصر بها الملك سلمان رسوخ الموقف السعودي. ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أكد أن السلام الشامل في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية ونيل الشعب الشقيق حقوقه وأرضه. لقناة الإخبارية، محمد السهيان. وللحديث أكثر انضموا إلينا من جدة الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور خالد باطرفي. مساء الخير دكتور خالد، وأهلا بك معنا في هذه النشرة. أبدأ معك دكتور خالد، يعني بيان المملكة تحدث عن نقاط مهمة وتفاصيل أيضا مهمة، أهم نقطة برأيك في هذا البيان؟ أهم نقطة هي الكلمة التي ذكرتم أن الملك سلمان حفظه الله اختصر بها الموقف السعودي، وهو ما قاله للرئيس الفلسطيني أنه هم أصحاب القضية، وما يتفق عليه وما يريدونه ستقف المملكة وتدعمه. أنا أعتقد أنه هذا أهم في البيان، بأن المملكة تدعم الأخوة الفلسطينيين، ولكن كل ما تطلبه منهم أو يعني تقترحه عليهم هو أن لا يتخذوا قرارا قبل أن يبحثوا في هذا الموضوع جيدا ويتفاوضوا عليه، ثم يقرروا ما إذا كان قرارهم بالرفض أو بالموافقة أو بطلب التعديل أو التفاوض في هذه القضية. نعم، أنت تحدثت أنه لابد من الفلسطينيين أن يروا تفاصيل هذه الخطة، ولكن عباس والفلسطينيون لا يقبلون، كما سمعنا في التصريحات يوم أمس، لا يقبلون الخطة الأمريكية للسلام. ما هي خياراتهم أيضا في هذا الشأن؟ يعني احنا تعبنا من هذه المسألة، يعني نتذكر مثلا مؤتمر الخرطوم عام 1967 بعد النكسة، واللاءات الثلاث، لا للتفاوض مع إسرائيل، لا للصلح، لا للسلام، ثم صارت هناك موافقات على حلول هي أقل بكثير من الحلول التي كان يمكن أن نقبل فيها في الخطة الأصلية التي عرضت سواء في التقسيم أو فيما بعده. هم قبلوا الآن بما هو أقل بكثير مما عرض عليهم في كامب ديفيد أو كلينتون أو غيره. ولذلك أنا أقول أنه يعني حتى يقتنع العالم على الأقل من ناحية دبلوماسية أو سياسية أنك مقنع في رفضك، كيف ترفض شيء لم تطلع عليه بعد؟ يعني هم رفضوا الخطة
قبل حتى أن تعلن، وهي حتى الآن لم نعرف تفاصيلها. يعني كل ما اقترحته المملكة في بيانها أنه اجلسوا تفاوضوا ادرسوا الخطة ثم قولوا للعالم لماذا ترفضونها أو ما هي شروطكم للقبول، ربما هذا الشرط أو هذا البند لا توافقون عليه. نعم. هناك نقاط يعني لا بأس بها يعني في الخطة. يعني دكتور، يعني لماذا الرد جاء سريعا من عباس والمسؤولين في فلسطين؟ لماذا هذا الرد السريع ولم يروا أصلا ما هو مضمون تفاصيل الخطة؟ هذه هي مشكلتهم يا أخي الكريم، في كل مرة كانوا يرفضون عروضا قدمت لهم. يعني الأمير بندر بن سلطان في لقاء أجرته معه الاندبندنت العربية ذكر أنه أقنع الإدارة الأمريكية بخطة ممتازة ويعني أفضل بكثير حتى من الخطة أو من العرض الذي حصل عليه أنور السادات، وبضغط من الملك فهد رحمه الله وبموافقة من تعاون من الرئيس ريغن. وعندما اطلع عليها ياسر عرفات رقص فرحا بها وقال شكرا وقبل الأمير وقال نعم نحن موافقون على ذلك، ثم عاد إلى يعني عاد إلى ربعه وعاد مرة أخرى بالتملص والرفض. يعني لا أدري هل هي في مصلحة بعض القيادات أن تستمر الأزمة حتى يبقون، لأن أي حل لهذه القضية سيسقط كثير من الأنظمة التي تعيش على فكرة المقاومة والأمر الواقع، وبالتالي لا توجد انتخابات حرة تثبت مواقعهم. نعم. أو تخليها. يعني حتى المملكة العربية السعودية دائما تقف مع الشعب الفلسطيني في أي قرار يتخذه. يعني هل من المفترض أنه حتى لو رأوا هذه الخطة من الممكن أن يقبلون بها أو لا؟ نعم، يعني هذا هو كان الاقتراح أنكم يعني هي الخطة منذ أعلنت منذ اليوم الأول يعني قبل سنتين هم رفضوها قبل حتى أن تتضح أي معالم لها، ثم بقيوا على هذا الرفض. وهذا خطر عليهم هم، لأن العالم سينصرف عنهم. يعني الآن الاتحاد الأوروبي، الدول الغربية، حتى روسيا رأت أن يطلعوا على الخطة أولا ثم أن يتحفظوا مع تحفظها على بعض النقاط. الآن كيف تقنع العالم وكيف تذهب إلى مجلس الأمن؟ نحن كيف نذهب إلى العالم ونقول نعم هم على حق والعالم يرى أنهم رفضوا الخطة قبل أن يطلعوا عليها؟ يعني الآن اليمين الإسرائيلي هو هذا ما يريده، وهذا ما أرادته إسرائيل في كل المراحل، أن يرفض الفلسطينيين وتقول إسرائيل كنا سنوافق وهم لم يكن سيوافقون. نعم. يعني خطة كامب ديفيد الذي جاء بها كلينتون قبل رحيله لم يعني هم أبدوا موافقة مبدئية، لكن الكنيسة الإسرائيلي أعلن رفضه مسبقا يعني، ولكن طيب. ليس رسميا بعد. نعم. الفلسطينيون سارعوا ورفضوا الخطة فاستراحت إسرائيل وقالت إذن نحن أيضا لا نريد، والخطأ هو على الفلسطينيين. نعم. طيب دكتور، يعني هناك تباين في المواقف الدولية حول خطة السلام، كيف رأيت هذه المواقف؟ والله أنا رأيت فقط الموقف الروسي هو يؤيد أن مبدأ التفاوض المباشر ويدعو إليه، ولكن هو تحفظ على تفاصيل أنه لم يكن ليس حتى على طبعا، لا ما خرج التفاصيل أنه لم يستشر، أن روسيا لم تستشر وهي يفترض أنها طرف أساسي ودولة عظمى، وأن الأمر يعني كان مبادرة أمريكية فقط، لكن حتى روسيا لم تقل بعدم التفاوض. الوحيدين هم الذين طبعا نعرف مواقفهم ونعرف سياساتهم، تركيا رغم أن علاقاتها قوية جدا بإسرائيل طبعا عملت الدعاية التركية. نعم. والأخوانية على مبدأ الرفض، ولن نبيع فلسطين ولن نبيع القدس، ويعني اللغة الدرامية المعروفة، وكذلك حزب الشيطان في لبنان أو إيران و ميليشياتها. نعم. في المنطقة، هؤلاء الذين رفضوا فقط. نعم، كلام معنا من جدة الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور خالد باطرفي، شكرا جزيلا دكتور على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل.